مرحبا مشاهدي الكرام على قناتكم ديما الجديد إلى هذا الفيديو. تحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تألق جمهور الوداد الرياضي يوم السبت رغم الخسارة التي تلقاها أمام الهلال السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية. وقال الموقع الرسمي للفيفا إن جماهير الوداد الرياضي قامت بالكشف عن مدى قوتها وتأثيرها على فريقها رغم الخسارة بركلات الترجيح أمام الهلال بطل آسيا. وأضاف قائلا بفضل ذلك الزئير والصخب التي صنعته الجماهير المغربية في ملعب الأمير مولاي عبد الله منذ صافرة البداية وحتى النهاية لعب الوداد ندا بند مع الهلال بل وكان قادرا على تهديده أكثر رغم قلة امتلاكه للكرة حتى نجح في التقدم في النتيجة والصمود حتى الدقائق الأخيرة. وختم الموقع كلمته على جمهور الوداد وقال انقلب الوضع لدى فريق الوداد بعد طرد يحيى جبران إلا أن الوداد كان ثابتا فيما تبقى من وقت في الأشواط الإضافية ونجح في أن يذهب باللقاء لركلات الترجيح. لقد ضربت تلك الجماهير من جديد مثلا في قوتها على تهيئة أجواء نفسية وكروية مليئة بالخيال والتنافسية العالية. للإشارة فإن فريق الهلال السعودي تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الوداد الرياضي في المباراة التي انتهت بهدف في كل مرمى وحسمت بركلات الترجيح 5-3 يوم السبت على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط. ونتمنى لفريق الوداد الرياضي العودة بقوة من أجل جمهوره الرائع الذي يستحق فريقا قويا. شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعتكم للفيديو، دمتم بخير وإلى اللقاء.